How to speak English fluently. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، كيف أتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة؟ كورس جديد والحلقة الأولى من هذا الكورس معكم الآن. للاستمرار في هذا الكورس اضغط على زر إعجاب على هذا الفيديو واشترك أيضا في القناة وفعل زر الجرس لتصلك جميع الدروس وجميع الكورسات. هيا لنبدأ بهذه الحلقة الأولى المميزة التي سوف تساعدك على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل سريع جدا. How to speak English fluently. لدينا مجموعة من النقاط. How to speak English fluently and confidently. 10 simple tips. 10 نصائح سهلة وبسيطة ولكنها مهمة جدا. هيا لنبدأ بقراءتها بشكل سريع ثم نفصل في جميع هذه العشر نقاط. How to speak English fluently and confidently. 10 simple tips. كيف تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة وبثقة؟ 10 نصائح بسيطة. النصيحة الأولى: Start with believing in yourself. ثق بنفسك، ابدأ بالوثوق بنفسك. Listen, speak, read, write, repeat. اصغي بشكل جيد، تحدث، اقرأ واكتب وكرر. سوف نشرح طبعا هذه النقاط بالتفصيل بعد لحظات. Keep your ears open. اترك أو خلي أذانك مفتوحة واستمع بشكل جيد. Find the answer in the question. حاول أن تجد الإجابة في السؤال. الإجابة على الأسئلة اللي تأتيك حاول أن تجدها في السؤال. Make the mirror your best friend. Read full sentences. اجعل صديقك المفضل. Make the mirror your best friend. اجعل صديقك المفضل المرآة لك. Read full sentences. اقرأ جمل كاملة. Keep calm. ابقى هادئا. And don't worry about grammar. ولا تقلق حول القواعد. Find an English newspaper. حاول أن تجد جريدة إنجليزية. And learn a word a day. وتعلم يوميا كلمة جديدة. Use the word before it leaves you. استخدم الكلمة قبل أن تتركك. Practice, practice, practice till it makes you perfect. هذه النقطة العاشرة. الآن سوف نبدأ بتفصيل جميع النقاط. النقطة الأولى سوف نشرح بالتفصيل. Start with believing in yourself. Start with believing in yourself. Start with believing in yourself. ابدأ بأن تعتقد بنفسك، تثق بنفسك. عندنا هنا مقطع مقتطف من أحد المتعلمين للغة الإنجليزية معنا. I was afraid to speak. أنا كنت خائف من التحدث. I was afraid to speak. أنا كنت خائف من التحدث. I was scared people would make fun of me. أنا كنت خائف أن الناس يضحكون علي. Will they judge me? هل سوف يحكمون علي أو يقيموني أو من هالناحية هذه؟ One day I thought if so many people can, even I can. ويوم من الأيام أنا اعتقدت أنه بما أنه الكثير من الناس يستطيعون إذا أنا أستطيع أيضا. So I spoke in English and my confidence increased. وحينها بدأت بالتحدث باللغة الإنجليزية وثقتي بدأت تزداد. هيا ننتقل للنقطة الثانية. Listen, speak, read, write, repeat. اصغي بشكل جيد، تحدث، اقرأ أكثر، واكتب وكرر باستمرار. Listen a little, speak a little, read a little, write a little. Then listen a little more, speak a little more, read a little more. Write a little more, do this till it becomes a habit. إلى أن تصبح لديك عادة أنك تصغي بشكل جيد وتتحدث
قليلا بالبداية ثم تستمر تستمر وتستمر حتى تتطور. اقرأ قليلا في البداية واصعد تدريجيا بالقراءة، وأيضا اكتب قليلا بالبداية ثم استمر حتى تصبح بشكل أفضل. هذه النقطة مهمة، حاول أن تكتب جميع العبارات، ولدينا شرح مفصل في قناتنا في اليوتيوب في سفيرس أكاديمي الكثير من الدروس التي المخصصة للتطور بطريقة أسلوب التعلم، تعلم اللغة الإنجليزية. حاول أن تطلع عليها، سوف أضع لكم الرابط في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو أيضا. Keep your ears open، دع أذانيك مفتوحة، يعني اصغي بشكل جيد. English is everywhere، اللغة الإنجليزية موجودة في كل مكان. It's in online videos، في الدروس المباشرة، الفيديوهات المباشرة. In news channels، في قنوات الأخبار. On radio، في الراديو. So listen and build your vocabulary، اصغي بشكل جيد وحاول أن تحفظ أكبر عدد من المفردات الممكنة. أما الآن النقطة الرابعة، find the answer in the question، حاول أن تجد الإجابة في السؤال. Questions are like mirrors، الأسئلة مثل المرآة. Reverse the question and find the answer، نأخذ المثال الموجود لدينا أيضا في هذه الصفحة. Does he، لما يأتي عندما يأتيك سؤال does he، yes he does، أنت تأخذ من السؤال وتكون الإجابة. Is it، yes it is، حاول أنت من يجيك سؤال تأخذ الجواب من السؤال، هذا يسهل عليك المحادثة. Can you، yes I can، أنت مجرد أخذت الإجابة من السؤال وكونتها وصغتها بطريقتك حتى تحصل على الإجابة، والتحدث يكون سهل بهذه الطريقة. حاول أن تركز على السماع بشكل جيد حتى تتمكن من التحدث بشكل جيد ويصبح ممتاز بعد فترة بعد الممارسة بشكل مستمر. النقطة الخامسة، Make the mirror your best friend، اجعل من صديقك المفضل المرآة لك. Speak to it in English، تحدث معه أو معها في اللغة الإنجليزية. And it will make you feel confident، وهذا سوف يجعلك واثق بنفسك. About the way you are speaking، حول الطريقة التي تتحدث بها، يعني استخدم أحد أصدقائك المفضلين لتجرب عليه للتجربة. هذا الشيء راح يزيد من ثقتك بنفسك ويخليك تشعر بالطريقة اللي انت تتحدث بها، ومن خلال هاي الطريقة راح تقدر تتمكن ان تقوي النقاط الضعيفة والمفردات الضعيفة. Read full sentences، اقرأ جمل كاملة. You learned Hindi, Tamil or Telugu in full sentences، أو اللغة العربية أنت تعلمتها بجمل كاملة. لماذا يكون هذا الأمر مع اللغة الإنجليزية؟ Then why should learning English be any different؟ لماذا يكون تعلم اللغة الإنجليزية بشكل مخالف أو مغاير عن هذا الشيء؟ Read full sentences، اقرأ جمل عبارات كاملة. Speak in sentences، حاول أن تتحدث بجمل كاملة، لا تتحدث بمفردات مقطوعة، حاول أن تتحدث بشكل عبارات وجمل كاملة. Read full sentences. Keep calm and don't worry about grammar، يعني ابقى هادئ ولا تقلق بالقواعد، لأن القواعد سوف تأتي بعد حين. Remember، تذكر. Even those who speak English fluently make grammatical mistakes، يعني حتى الأشخاص اللي يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة هم أيضا يقعون في مشاكل بالقواعد، أخطاء بالقواعد. But
What they do right is communicate without worrying about them. ولكن الشيء الجيد أنه أنت تتحدث بشكل صحيح، توصل الفكرة، كلامك مفهوم، تتواصل مع الآخرين بدون أن تقلق حول القواعد. حاول أن تتحدث باستمرار وبجمل طويلة بدون أن تقلق من القواعد، لأن القواعد سوف تأتي بعد حين. Find an English newspaper and learn a word a day. حاول أن تجد جريدة باللغة الإنجليزية أو أن تتابعنا في موقع التواصل الاجتماعي بالأخص في الفيسبوك. ننزل حوالي يوميا أقل شيء جملة أو جملتين جديدة. حاول تأخذ منهم بعض الكلمات المفردات وتحفظها يوميا، بحيث يصير عندك خزين، يصير عندك عادة أنه يوميا تحفظ 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 شيء جديد باللغة الإنجليزية، وتكون مستمر في التعلم. هذا بعد حين سوف يكون لك خزين كبير جدا باللغة الإنجليزية. Use the word before it leaves you. استخدم الكلمات قبل أن تتركها، تغادرك الكلمات. حاول أن تستخدمها، حاول تخليها بجملة، بموقف، بوضع معين، حتى تتمكن من استخدامها وحفظها. Use the new word immediately. استخدم الكلمة مباشرة. To feel confident about its usage. لتمكن، ليصبح عندك ثقة حول استخدامها. يعني استخدم الكلمة مباشرة حتى تكون متمكن ويصير عندك ثقة حول استخدام هذه الكلمة. أما النقطة العاشرة والأخيرة وهي مهمة جدا، تلخص جميع هذه النقاط، ألا وهي practice practice practice. حاول أن تطبق جميع هذه النقاط. استخدم اللغة الإنجليزية بقدر ما تستطيع بالحديث بأي مكان، اخلق الفرص حتى تتمكن من الحديث. Till it makes you perfect. ظل باشر واستمر بالمحاولة حتى تصبح ممتاز جدا وperfect باللغة الإنجليزية. يعني لا تتوقف نهائيا نهائيا نهائيا، استمر دائما بالمحادثة مع الآخرين. There are no shortcuts in life. لا يوجد هناك اختصارات بالحياة. Definitely لا يوجد هناك اختصارات بالحياة. No shortcuts to learn English. لا يوجد هناك اختصارات أيضا لتعلم الإنجليزية. يعني فكر دائما أنه هذا الشيء يأخذ وقت، هذا أمر طبيعي. حتى الأطفال لما يبدأون يتعلمون المشي أو الكلام أو كل ممارساتهم بالحياة تأخذ وقت حتى الإنسان يتعلم أشياء جديدة، فلازم تتقبل هذا الشيء، ولكن يجب عليك أن تستمر حتى تتمكن من تحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا وممتاز. ولكن الاستمرارية شيء أساسي. إذا أنصحك الآن أن تضغط على سبسكرايب وتشترك بالقناة وفعل زر الجرس أيضا حتى تصلك الدروس حين نشرها في قناة سفيرس أكاديمي. لدينا كورسات مميزة جدا في طريقة الحفظ بالجمل، أنصحكم بمتابعتها. سوف أضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو أيضا، يمكنكم الاطلاع على بعض الروابط ومشاهدة بعض الفيديوهات، والرجوع دائما إلى نفس مربع الدروس للحصول على روابط أخرى ومعلومات أخرى. ضع إعجاب لهذا الفيديو وشاركه لجميع أصدقائك. شكرا لك على المتابعة، وإلى اللقاء.